الفيديو ده عليه مطلب جماهيري، مش متصورين كم عدد المتابعين اللي طلبوه مني. طبعا صوص الجبنه اللي مجننا في المطاعم والمحلات وكلنا بناكله ومعجبين جدا بطعمه وعايزين نعرف هو بيتعمل ازاي. كل اللي بنشوفه ان احنا بنطلب بطاطس في المطعم وبيجيبها لنا متمرمغه في الجبنه. حقيقي زي ما الكيكه بتتمرمغ في الشوكولاته بيجيب بطاطس بتتمرمغ في الجبنه. ده غير ان طعمها بيبقى غني جدا وقيمتها بتبقى عاليه، قيمتها الغذائيه. فركزوا معايا في الفيديو، يا ريت ان انتوا تكتبوا المكونات بحذافيرها علشان تضمنوا ان انتوا هتطلعوا نفس الطعم بتاع المطاعم. لو انت اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب وحطي لايك الفيديو وخليكي معايا. المكونات سهله وبسيطه فوق ما تتخيلوا. بحط معلقه من الدقيق في زبده وبقلبها لحد ما اللون بتاع الدقيق يبقى اصفر مش يتحرق. كل ما اللون يبقى اصفر تسيبها ان هي تستوي اكتر كل ما تبقى اطعم. بس كده بفضل اقلب في زبده لحد ما اللون يبقى اصفر وبنزل عليها بكوبايه لبن وبفضل اقلب لحد ما القوام بتاعي يتقل. بمجرد ما انا مقلب علشان بس ما تتكتلش والقوام يتقل بحط ملح وفلفل اسمر وكمان بقلب وبضيف جبنه شيدر. جبنه شيدر اللي هي اللي انتم ممكن تجيبوها جبنه شيدر حمراء من السوبر ماركت، قول له عايز جبنه شيدر حمراء وهو هيديها لك. قلب كويس جدا وبعد كده بنحط حاجه عليها بتدي طعم، لو مش متاحه يعني ما تحطهاش، بس دي بتدي طعم وبتفرق جامد. هي الصلصه الفرنسيه بجيبها من السوبر ماركت، بحط من 3 ل4 معالق وبقلب كويس قوي 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 واسيبها دقيقتين على نار هاديه. بس كده وهيبقى معاكو احلى صوص جبنه مطاط تحفه طعم ممكن تجربوها ودوقوها في حياتكم. حقيقي طعمها ملوش حل، دوقتها في كذا مطعم ونفس الطعم بنفس القوام بنفس كل حاجه. طبق سهل وسريع وهيحبوا اطفالكم جدا 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 واهلكم. انا شخصيا مش طفله وبعشقه. بتقلوا بطاطس وبتحطوا عليها الصوص وبتاكلوها بتمط كده، وانا عن نفسي بمرمغها في الجبنه وببتدي ان انا اكلها. ما تنسيش بقى تحطي لايك للفيديو علشان يوصل اكبر عدد وتفيدي الناس وتاخدي اجر على كده، وكمان اعملي سبسكرايب للشانل وفعلي الجرس لو انت اول مره تشوفيني. بلس هسيب لك كمان في الديسكريبشن بوكس، او هسيب لك على حسب الجمهور اللي بيتابعني، يعني هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس بلاي ليست كده او قائمه بكل الاكل الجميل اللي انا بعمله سواء اكل ايطالي او اكل عربي او اكل مطاعم مشهور. ربنا يسعدكم ويحلي ايامكم. تشاو، يلا بروسيما، تشاو.